في من وجهة نظري طبعا يعني افضل اختراع شفته اللي سواه بيل غيتس صاحب شركة مايكروسوفت. دا شاهد احد الدوكيومنت، بيل غيتس يعتبر انه العالم كوكبنا الارض بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال الانبعاثات اللي اذا تنتج عن السيارات، معامل الفحم غيره. يقول انه هذا ثاني اكسيد الكربون راح يظل لمئات السنين موجود بالغلاف الجوي، والانسان ما يقدر يتخلى عن الطاقه، فابتكر شيء رائع جدا، تقدر تقول اميزنج. ابتكر مفاعل نووي يمد العالم بالطاقة النظيفة ويوجد في منطقة من الأرض، ومن خلال هذا المفاعل يمد العالم كله بالطاقة النظيفة. اليوم مو أكو تخوف مثلاً، أكو تخوف أن تمتلك الجمهورية الإسلامية نووي، أكو تخوف أن يمتلك العراق نووي، أكو تخوف أن تمتلك بعض الدول نووي، صح لو لا؟ طيب احنا بدنا نوجد لك الحل، صنعت لك مفاعل نووي سليم 100%، من خلاله راح تقدر تتخلص من محطات الديزل، من خلاله راح تقدر تتخلص من الوقود الحجري، من خلاله راح تقدر تتخلص من النفط، من خلاله راح تقدر تتخلص من ثاني اكسيد الكربون، راح البيئة العضوية للأرض تنشط من جديد، الكوكب يستعيد عافيته، ظاهرة الاحتباس الحراري كله ينتهي. هذا المفاعل انت مو خايف انه اكو بعض الدول خايف ان تمتلك نووي؟ اوكي، هذا المفاعل نخليه في 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 جزء من الأرض، نعم، ونسلك لكل الأرض طاقة، تماما مثل الانترنت الان مو دا يدخل لنا من خلال كيبل ضوئي، صح. الطاقة ايضا تدخل للعراق، طاقة نووية تدخل للعراق. يقول بيل غيتس الصين رحبت بالفكرة، لكن الحكومة الامريكية الغت الاتفاقية ولم توافق على فكرة وجود مفاعل نووي حديث ينتمي للقرن 21 يمد العالم جميعا بالطاقة النظيفة. طبعا أنا ما أتكلم بالسياسة لأنه مو تخصصي، بس أتصور أنه يعني أمر محبط جدا، لأن هو هذا أفضل اختراع نتج في سنة 2022.